السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن حيوان من الحيوانات النادرة في العالم، وهو تمساح جافيال. التمساح ده بيعيش في شبه القارة الهندية في الشمال، موجود على الأرض من أكتر من 200 مليون سنة، وبيعتبر قريب التماسيح. بيتغذى على القشريات والطيور المائية والضفادع، بيعيش حياة منعزلة. لديه على خطمه نتوء كبير الحجم، بيطلق الذكر من خلاله فقاعات في الماء أثناء جذب الإناث في أوقات التزاوج، وهو زاحف كبير الحجم، بيوصل وزنه من 150 إلى 250 كيلوغرام. بيتراوح فترة حياته من 30 إلى 50 سنة. متبقي منه حاليا ما يقدر ب 182 تمساح. بيطلق عليه تمساح جافيال الهندي أو تمساح جافيال آكل السمك. بيتميز بخطمه الطويل النحيل وأسنانه الحادة جدا. فترة الحضانة 3 أشهر، ولكن أنثى تمساح جافيال ما بتقدرش إن هي تحتفظ بصغرها بعد الفقس في فمها كباقي أنواع التماسيح، ولكن بيفضل أولادها صغرها حواليها لحين ما يوصل حجمهم للحجم اللي يسمح ليهم إن هم يدافعوا عن نفسهم. بيستقل الصغير عن أمه من سنة لسنتين. والنوع ده مهدد بالانقراض. بيعيش في الأنهار الواسعة الهادية بطيئة الحركة ذات المياه العكرة. الحيوان ده بيعتبر فريسة للبشر، لأن هم بيصطادوه علشان يحصلهم على جلوده وعلى بيضه. بيعتبر صغاره فريسة للطيور الجرحة والثعابين. ولكن أكتر شيء بيهدد النوع ده من التماسيح هو ندرة الموائل والغذاء. هو طبعا تمساح أكل للحوم، وبينشط ليلا وقليلا ما يخرج من الماء. على عكس باقي أنواع التماسيح، أقدام هذا النوع من التماسيح ضعيفة ولا تستطيع المشي على اليابسة لمسافات تماثل المسافات التي تمشيها باقي أنواع التماسيح. يوجد منه نوعين، وبيتواجد في شمال الهند والنيبال، وهو ينتمي لمجموعة الزواحف. وهو حيوان معرض لخطر الانقراض بسبب الانخفاض الحاد في أعداده. بيتميز هذا التمساح بوجود حراشف صلبة على ظهره بتحميه من حروق الشمس ومن هجوم الحيوانات المفترسة. بتتميز باللون الزيتوني أو الرمادي، وبتعد مقاومة للماء. أعينه وخطمه بارزة عن رأسه، واللي بيسمح له إن هو يقدر إن هو يختبئ أسفل سطح الماء بدون أن يراه أعدائه، وفي نفس الوقت يتنفس. لديه جفن يستطيع من خلاله إغلاق عينه عند الغوص، وفي ذات الوقت بيستطيع إن هو يرى من خلاله. لا يستطيع تمساح جافيال تنظيم درجة حرارة جسمه داخليا، وبيعتمد بدل من الموضوع ده على الحرارة المحيطة به من أجل إمداده بالطاقة. بيقدر إن هو يخرج برا الماء لفترات قصيرة علشان يستعمل ضوء الشمس في تدفئة جسمه. بتضع أنثاه من 30 ل 50 بيضة صلبة، وبيزن كل منها حوالي 150 جرام. بتحمل أنثى تمساح جافيال بيضها وصغرها عند الفأس إلى الماء، ولكنها لا تستطيع حملهم في أفواهها، فبتظل الصغار قريبة من أمها لحد لما بتوصل لسن يسمح لها بالدفاع عن نفسها من الحيوانات المفترسة. و تمساح جافيال بيكون قادر على التكاثر لما بيبلغ من العمر حوالي 10 سنوات فقط. بيتغذى على الأسماك في الماء، ولكنه في بعض الأحيان بيأكل
الطيور المائية إذا سنحت له الفرصة. يحتوي فمه الطويل على أكثر من 100 سن صغير الحجم وحاد، بيستخدمه في القبض على فرائسه لما بيغلق عليه فكيه القويين. ما بيقدرش يمضغ طعامه ولكنه بيبتلعه بالكامل. بيصطاد الأسماك في الماء عن طريق الاستلقاء، بيلتقطها بسرعة وبيضعها في فمه. بيتغذى على القشريات الصغيرة والضفادع والأسماك المتواجدة في الماء، وطبعا ما بيقدرش يتغذى على الأحجام الكبيرة من الفرائس بسبب شكل وحجم فكه. الحيوان البالغ منه ما عندوش أعداء أو مفترسات طبيعية، ولكن صغاره بتكون ضعيفة ومهددة من قبل أنواع كتير من الحيوانات والطيور الجرحة والزواحف الكبيرة، بما في ذلك الثعابين، وبيعد أكبر تهديد لهذا النوع من الزواحف هم البشر، لأنهم بيسعوا من الحصول على جلده ولحمه من أجل بعض الأدوية التقليدية. ده كان فيديو النهاردة، نتمنى أن هو يكون حاز على إعجابكم. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.